إلى بلاد الأراضي المنخفضة، حمل المخرج السوري نجدة أنزور عمله السينمائي العالمي ذو الحرارة المرتفعة ملك الرمال، حيث شهد مساء الأحد الماضي افتتاح الفيلم في هولندا على أحد أكبر مسارح دور السينما سينستار في مدينة أمشخدة، وذلك بحضور عدد كبير من أبناء الجالية السورية والجاليات العربية الصديقة، إلى جانب شخصيات رسمية وإعلامية هولندية وممثلين عن الحزب الاشتراكي الهولندي وتجمع مساندة القضية الفلسطينية والمنظمة الهولندية الشهيرة الحرب ليست الحل. وتحية من القلب أن كلها عبر آلاف الكيلومترات من سوريا، إنه الشعب السوري معكم مثل ما أنتم معه، والشعب السوري صامد، والشعب السوري يحمل اليوم شعار واحد لا بديل عنه، إنه سوا راح نحميها سوا. أبناء الجالية السورية أكدوا أن العمل وخلال 90 دقيقة استطاع أن يكشف عدداً كبيراً من الحقائق عن نشأة المملكة العربية السعودية، وأضافوا أن الفيلم حمل شعاع أمل بنصر الوطن سوريا ومضيها في مسيرة الصمود بوجه أعداء الإنسانية، أولئك الذين يحاولون أن يخفوا هشاشة عروش ممالكهم خلف طلاء من الذهب. من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للمغتربين السوريين في هولندا السيد مالك ساموئيل أن مشاعر الفخر والاعتزاز رافقت السوريين خلال متابعة العرض، وشكر الأستاذ نجدة أنزور على مشاركته بافتتاح العرض في هولندا. يذكر أن الفيلم الذي شارك فيه نجوم عالميون ومنهم الممثلين الإيطاليين ماركو فوسكي وفابيو تيستي والممثل البريطاني بيل فيلوز كان أثار جدلا كبيرا قبل عرضه، وصل حد كشف الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية عن سعيه للتوسط لدى الرئيس بشار الأسد من أجل إيقاف العرض، حيث يجسد الفيلم 50 عاما من سيرة الملك عبد العزيز آل سعود من منفاه إلى عودته للرياض، ويتطرق إلى الاتفاق الذي تم بين بريطانيا العظمى والسلطان عبد العزيز حينها، وكيف تم دعمه بالمال والسلاح للقضاء على سلطة آل الرشيد التي حكمت الرياض في ذلك الوقت، والتخلص من العثمانيين تمهيداً لاحتلال المنطقة وبسط نفوذ الغرب عليها، ووصولاً إلى اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا ودور آل سعود فيها. كما دفع الفيلم بشخص سعودي يدعى عدنان العايض بإصدار ما أسماه فتوى شرعية اعتبرت قتل المخرج العالمي نجدة أنزور عملاً ضرورياً وحلالاً، واصفاً الفيلم بأنه اعتداء على آل سعود خزانة الدين الإسلامي. الفيلم الذي عرض أول مرة نهاية العام الماضي وسط لندن وأزيح عنه ستار مسرح دار الأوبرا في كانون الأول الماضي سيتابع مشواره خلال الفترة القادمة إلى مجموعة من الدول حول العالم منها كندا، ألمانيا، أستراليا والعاصمة الفرنسية باريس.